على كل حال، وعارفين احنا في وزارة التربية الوطنية نتمسكوا بالقوانين، هو على كل حال حر كما كل نقابة ان تتصرح وتأخذ يعني الموقف اللي يبان لها هو الأحسن. وبالنسبة لنا احنا رحنا نخدمه، رحنا نعمله، رحنا نحقه كل المطالب. عندنا بروتوكول، وفي هذا البروتوكول يعني نتلاقاو معاهم ونشوفوا واش راهم باغيين. وحنا على كل حال كما يكون اجراء اللي يقدر يحمي ولادنا حنا نتمشاو معاه. غادي نحاولوا باش نقوموا بعمليه امتحان وتوظيف في هذا الميدان لا فان اخر نوفمبر وديبي ديسمبر، في زوج كان على اساس الشهاده وعلى اساس الامتحان.